يوم الجمعة من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته على جميعنا. اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله، هؤلاء الذين استنظرون إلى نهاية سيرتهم تمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن تثبتوا قلوبكم بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين يتعاطونها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون القبة أن يأكلوا منه، لأن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه الآن خارج المحلة حاملين عاره علينا، لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة فلنرفع به في كل حين ذبائح التسبيح لله، أي ثمر شفاهنا، معترفين باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الإحسان والمؤاساة، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله نعمة الله الآب، فارتحل على أرواحنا يا آبائي إخوتي. آمين.